اللي بعده يا ريت. اللي بعده. انت شو بتعمل؟ انا الوحيد اللي جبت جون في كاس العالم. ومجدي عبد الغني وضرب الجزاء وجول. اوعوا حلقه النهارده تنسيكوا جوني في كاس العالم. اوعى المؤتمر الاقتصادي ينسيك الجون بتاعي في كاس العالم. اوعوا الجايزه تنسيكوا الجون بتاعي في كاس العالم. اوعى المهرجان النهارده ينسيك الجون. اي حدث بقى اوعى انتخابات تنسيك، اوعى مش عارف ايه ينسيك. انا حلمي بقى اخلص من ذل مجدي عبد الغني. ده هرانا. احنا دلوقتي لحد النهارده بتكلم عن جوني في كاس العالم بقى، ما انتوا ما جبتوش اللي زللنا بكاس العالم. اعمل ايه؟ هاتوا غيره. امبارح بالامس وعيد ميلاد هدف مصر في كاس العالم عنالي فيلم فينا. بس انت شفتش الجون بتاع كاس العالم. كل ما يجي يتكلم على ضربه الجزاء قال يعني كانت جون صعبه قوي، كانت بينالتي يا مجدي. خلي كابتن مجدي يعدي الحلقه من غير ما يجيب سيري جون كاس العالم. زل ابدان الشعب المصري بالجون اللي جابه. انا بقى بقول لصلاح ان شاء الله منتخب مصر هيروح كاس العالم بس ما حدش هيجيب الجون. وما تنساش جون مجدي، كابتن مجدي عبد الغني. انا حتى لو حد جاب جون انا هبقى الاول. مين اللي جاب الجون الاولاني؟ يا راجل حرام عليك. الجون ابن 60 كلب اللي جابه. ضحكه شيطانيه شريره. اوعوا تفتكروا انه مجدي عبد الغني. لا هنخلص على مجدي عبد الغني خالص. سنه طيبين. قالوا عنك انك زليت شعب مصر ومصر كلها بجون مجدي عبد الغني في كاس العالم. طب وانا جايب الجون ما كانش جون. طب اقول لك بس، انا جايب الجون سنه 90. ايوه انا عمري اتكلمت على الجون؟ عمري ما اتكلمت من سنه 90 لحد بعدها ب10 سنين لما لقيت مصر مش عارفه تروح كاس العالم وبدات السوشيال ميديا تكتب. فبدات بقى انك تعير. فبدات الاقي الموضوع حلو. انت واخده بالك؟ وبعدين عمل رزق، جاب لي اعلانات وجاب لي برامج وجاب لي قصص. يعني الجون ده عمل لك كمان مصلحه بفضل الله. بس ولا عمري ما جبته ما تخيلت. فانت بقى كل ما يجيب مصلحه فكل فتقوم انت زيع اكتر. بالظبط زيع بالظبط كده. نشوف الفيديو اللي بعد.